السلام عليكم طلابنا بناتنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير. هذا المقطع وياكم اللي هو يتكلم عن قطع الكتاب، اللي هو سؤال دائما بالأسئلة الشهرية أو الأسئلة الوزارية على 10 درجات، دائما يكون موقعه بالأسئلة إنه question 1B، دائما السؤال الأول فرع B. شقد تقسيم الدرجة الشهرية أو الوزارية يعني 10 درجات؟ شنو صيغة السؤال مالته، يعني منطوق السؤال؟ يقول لك answer or complete، أجيب أو أكمل 5 of the following sentences. يريد 5 من هنا، راح يعطونا 6، فيريد 5 من ذن الستة. using مستخدما information، معلومات، from your textbook، من كتابك أو من النص اللي موجود عندك. طبعا هنا اكو فقرة انه من يخطأ الطالب اخطاء املائية بالاجوبة، يعني عادي انه الحرف حرفين تمام، لانه شو كتب انه ورقة الاجوبة مال الوزاري، ها؟ لا يحاسب الطالب على الاخطاء الاملائية. صيغة الاسئلة اللي راح تواجهها بالنصوص على طول الكتاب، لاحظوا وياي، اما سؤال باداة او بدون اداة مطلوب من عندك جواب عليه، اما يعطيك جملة عادية، جملة خبرية، واضح، ويطلب من عندك الإجابة عليها إما true or false، تمام، أو يعطيك جملة خبرية، أو جملة خبرية ويعطيني شنو وياها فراغ، ويريد من عندي complete، أكمل، واضح، أو يعطيني جملة بها اختيارات وشو يقول لي، يقول لي choose. أول قطعة منهجية عندك اللي هي قطعة زيد طارق، تمام، بالدرس الثالث الوحدة الأولى، اللي يكون he was flouting peacefully when he felt something push him، إنه هنا إنه زي طارق كان يطفو بسكينة عندما أحس بشيء ما، خلينا نقول يدفعه. فكرة هاي القصة، تمام، سائح عراقي عمره 20 سنة يروح إلى مصر في مدينة شرم الشيخ الشاطئية، مدد على حب الله على فراش، يعني فراش بلاستيك مملوء هواء، تمام، يحس بصدمة انه تضرب الفراش معته، فش يتوقع؟ يتوقع انه هاي قطعة خشب، بعدين الضربة تصير اقوى وينشف الفراش معته بالمي، يباوع لان هذا القرش. طبعا من يصيح، من يشوف القرش هذا يقوم يصرخ ويصيح، فيسمع صراخات زي الطارق من هو خفر السواحل اللي هو جميل العلوي، يركب القارب مالته ويجي يسوي له اسعافات اوليه، يصعده بالقارب مالته ويسوي له اسعافات اوليه وياخذه للجرف للشاطئ. اثناء هاي العمليه، عمليه الانقاذ مالته من قبل انه خفر السواحل جميل العلوي، احمد المصري شريك جميل العلوي كذلك خفر سواحل يتصل بخدمات الطوارئ، من يطلعون زيد طارق من البحر، فش يلقون؟ يلقون الاسعاف منتظرته، وقبل يودونه وين؟ الى مستشفى في شرم الشيخ. طبعا انه اثناء عمليه انقاذ زيد طارق اكو دلافين كانت موجودات، فسوون حلقه كذلك داير مداير دلافين، وكذلك خلص زيد طارق. هسه منو خلصه؟ خلصنا مره الدلافين، ومره خلصه جميل العلوي. راح نقرا النص مالتنا اللي موجود بالقطعه، وكل تفصيله موجوده بهذا الحوار. انتبه وياي على النص اللي بالبدايه، طبعا النص اللي راح يكون عندنا، وراح يكون عندنا هنا يطلع انه مقسم. It was a calm morning، كان صباحا هادئا، in the beautiful seaside town، في مدينه شاطئيه صوب البحر، تمام، of شرم الشيخ ايجيبت، لمدينه شرم الشيخ ايجيبت. 20 year old، زيد طارق ذو 20 عام، a tourist from Iraq، سائح من العراق، was flouting peacefully، كان يطفو بسكينة، 150 meters، 150 متر، تمام، from the shore، من الشاطئ. When he felt، عندما أحس، something push him، إنه شيء ما يدفع. I didn't know what it was، لم أكن أعلم ماذا كان. He told reporters، أخبر المراسلين.
هسا شو اتفقنا؟ انه كان صباحا هادئا في مدينة شاطئية صوب البحر اللي هي شرم الشيخ في مصر، زي الطارق اللي عمره 20 سنة اللي هو سائح من العراق أحس بشيء ما يدفعه ولم يكن يعلم ما هو، لأنه أخبر المراسلين قال لهم I thought اعتقدت perhaps ربما my airbed فراشي المملوء هواء had hit a piece of wood إنه صدم قطعة خشب. Then it pushed even harder إنه الدفعة صارت شنو؟ صارت أقوى. And I fell into the water وأني وقعت بالمي. فاعتقد شنو؟ إنه قطعة خشب اللي هي صدمة الفراش مالته، بعدين الدفعة صارت أقوى وقع بالمي. That when I saw it was a shark من وقع بالمي يقول إنه رأيت إنه هذا قرش. He was trying to swim away. حاول إنه يطبش يسبح مبتعدا. تمام. When the shark bit his arm عندما القرش عض ذراعه، يعني القرش أخذ من عنده عض للذراع مات. طارق who was losing a lot of blood كان يفقد دماء كثيرة بعد عضة قرش. تمام. And thought واعتقد he was about to die إنه على وشك أن يموت. Screamed صرخة. As loud as he could بأقصى علو ممكن بأعلى صوته. يقول هنا أنا I was praying to God كنت أدعو الله to save me حتى يخلصني. He said قال When some dolphins swam up عندما جاءت بعض الدلافين تسبح باتجاهه and frightened the shark away وأخافت القرش. There were at least 6 of them كان على الأقل إيش قد موجود من عندها 6 من عندها. And they made a circle around me وسوّن حلقة داير مداير زي الطارق. هاي الطرف الأول اللي أنقذه. The shark couldn't get near me لم يتمكن القرش من الوصول إلي. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني Coast Guard جميل العلوي خفر السواحل جميل العلوي heard سمع طارق سكريم صراخ زي الطارق and rescued him by boat وأنقذه بالقارب. While he يقصد هنا جميل العلوي was giving first aid to زي الطارق on the boat. تمام. While he was giving طارق first aid on the boat بينما كان ينطي إسعافات أولية في القارب. His partner أحمد المصري زميله أحمد المصري called the emergency services اتصل بخدمات الطوارئ. An ambulance سيارة الإسعاف was waiting for طارق on the shore كانت تنتظر سيارة الإسعاف كانت تنتظر زي طارق على الشاطئ. And he immediately taken to ومباشرة he was immediately taken to the hospital ورأسا انه مباشرة اخذوه وين الى مشفى شرم الشيخ في مدينة او في يعني مدينة شرم الشيخ. It was the most frightening day of my life يقول للمراسلين كان اكثر يوم مخيف في حياتي. طارق told reporters from his hospital bed من فراشه اللي في المستشفى يقول لهم بعد The shark wanted to have me for breakfast إنه القرش أراد أن يتناولني أراد يتريق بي للإفطار. تمام. But the dolphins saved me thank God. قبل لا أنتقل للأسئلة أكو سؤال بذهني هسه صار ليش سيارة الإسعاف مكتوب كلمة الإسعاف بالإنجليزي على وجه السيارة بس بالمقلوبي ليش؟ اكتب بالتعليق ليش. نروح للأسئلة. طبعا الأسئلة راح تظهر هنا ساعدنا سؤال سؤال واضح. نجي للمعلومة الأولى والسؤال الأول. هذا التمرين أولا تمرين أي. تمرين أي راح يكون عندنا اختيارات مؤلف من كم نقطة؟ من 6 نقاط واضح. هسه راح نجي طبعا هاي الاختيارات 6 نقاط هنا اختيارات. خلي أقرأ لك السؤال الأول حتى أوضح لك إياه أكثر. طارق أو زي الطارق was فراغ إنه زي الطارق كان فراغ. طبعا 3 اختيارات. الاختيار الأول was a bad swimmer كان سباح سيء أكيد لا. زين on holiday كان في عطلة أكيد نعم. زين was a working in Egypt كان يعمل في مصر ليه لا يعمل في مصر. إذن الاختيار هنا راح يكون عندنا مثل ما موجود بالسؤال الاختيار B.
هاي الاختيارات اللي هسا ذكرناهم ممكن هاي النقطة تجي صح وخطأ. فإذا كان الاختيار الخاطئ أكيد فولس، إذا كان الاختيار صح أكيد المعلومة راح تكون عندنا شنو؟ راح تكون عندنا ترو. يعني مثلا يقول لك زيد طارق كان سباح سيء، ترو لو فولس؟ أكيد فولس. زيد طارق كان يعمل في مصر؟ أكيد فولس. زيد طارق كان في عطلة؟ أكيد صح. السؤال الأول بصيغة سؤال أخرى غير النمط الأول اللي هو الاختيارات، شو يقول لي هنا؟ يقول what was زيد طارق doing in Egypt؟ شو كان يسوي بمصر؟ ماذا كان يفعل؟ طبعا أكيد الإجابة he was on holiday، نفس الإجابة اللي موجودة فوقها he was on holiday، كان في عطلة. هذا الكلام بخصوص question 1. ننتقل لـ question 2. When Zayd Tariq was attacked by the shark, he يقول زيد طارق من هجم على القرش هو، طعن اختيارات ثلاث، قال لي was in a boat، كان في القارب، طبعا لا، hit it with a piece of wood، ضرب القرش بقطعة خشب، أكيد لا. الاختيار C was lying on a plastic mattress، كان مستلقيا على شنو؟ على فراش بلاستيكي. طبعا هنا عندنا مرادفة انه اما بلاستيك ايربد وبلاستيك بيد، او هنا شكون عندنا؟ يكون عندنا المرادف مالته اللي هو ايربد. تمام. بالنسبه للبلاستيك، بلاستيك ماترس، البلاستيك ماترس هذه بلاستيك ماترس اللي هو فراش بلاستيكي مملوء هواء الناس تنام عليه بالمدن الشاطئيه. تمام. الى مرادف اللي هو ايربد، فانت مخير اما كتابه ايربد يا هو الاسهل عليك او بلاستيك ماترس. هسه نروح لمن السؤال الثاني، كذلك موجود عندنا بصيغه سؤال مو اختيارات. ايش قال لي؟ What was زيد طارق doing when the shark attacked him؟ ماذا كان يفعل زيد طارق عندما هجم عليه القرش؟ شوي ركز وياي. من هجم القرش عليه انه هو كان ممدد بالفراش. اكو سؤال راح يجينا خليني اقول لك عليه هسه حتى تعرف تقارن. هسه انه شنو؟ ماذا كان يفعل؟ كان انه مستلقيا على فراش بلاستيك. من هجم عليه القرش كان ممدد على الفراش. تمام. خلي من نوصل ذاك السؤال اوضح هاي النقطه هسه، بس خلي اقرا لك الجواب. He was flouting on his airbed، كان مستلقيا على فراش بلاستيكي. When the shark attacked him، عندما هجم عليه القرش كان يفعل شنو؟ كان يعني مستلقيا. هاي النقطة السؤال الثاني، كذلك موجود صيغة ثالثة اللي هي اختيارات. يقول زيد طارق was swimming، كان يسبح. لو floating when the shark attacked him، عندما هجم عليه القرش. طبعا اكيد هنا floating. ننتقل لـ question 3. بس قل لي طارق وسكت وطان اختيارات ثلاث. الاختيار الاول was bitten by the shark، عض القريش اللي هو الاختيار الصحيح. لو lost his arm، فقد ذراعه. لو wasn't hurt at all، لم يتأذى مطلقا. طبعا اكيد الاختيار اي. ومثل ما سولفنا ممكن تكون هاي النقاط الاختيارات عادي صح وخطأ وعادي فراغات. واضح؟ كن نركز شوية وياه. الاختيار واضح. السؤال الثالث بأكثر من ثلاث صيغ أخريات أو أربع صيغ أخريات. الصيغة الأولى شو يقول؟ What did the shark do to زيد طارق؟ ماذا فعل القرش لزيد طارق؟ طبعا أكيد عض ذراع. صيغة أخرى What did the shark do، بس هيك ما قلت زيد طارق. What did the shark do، ماذا فعل القرش؟ طبعا جواب هن ذن اثنيناتهن انه the shark bit his arm، انه القرش عض ذراعه. الصيغه الثالثه What happened to زيد طارق on the beach، ماذا حدث لزيد طارق على الشاطئ؟ ايش صار بي؟ طبعا اكيد the shark bit his arm، نفس الاجابه يعني مجرد هنا نختلف عندنا صيغه السؤال. نروح للصيغه الاخيره اللي هو يقول لي was the shark bitten، او was زيد طارق bitten by the shark، هل زيد طارق عض القريش؟ طبعا اكيد yes he was، نعم انه كذلك. ننتقل لكويستشن 4. 6 دولفين، 6 دلافين، خلينا نشوف ايش بيها هاي الدلافين السته. bit the shark، عضت القريش.
made a lot of noise سوى ضوضاء كبيرة لو protected طارق لو حمد زي الطارق أكيدا حمد زي الطارق كذلك ممكن اختيارات ممكن صح وخطأ أو ممكن يكون فراغ هاي النقاط نروح على النقطة 5 طارق was rescued تم إنقاذ زي الطارق خلينا نقول by the sea من صوب البحر by air جوان لو by two children من قبل طفلين أكيد الإجابة A اللي هي by the sea تدري بأحد الأسئلة الوزارية جاية صيغة صح وخطأ من هاي النقطة قال لي زي الطارق was rescued by two children أنقذ من قبل طفلين أكيد المعلومة هنا راح تكون عندنا شنو false ننتقل لي question 6 آخر سؤال بهذا التمرين يقول هنا when زي الطارق got back to dry land زي الطارق من رجعوا لليابسة he was taken تم أخذه straight back to his hotel مباشرة للفندق مالته back to Iraq رجعوا للعراق لو to get medical attention ليحصل على اهتمام طبي اكيد الاختيار سي تدري هاي النقطة ممكن صح وخطأ مثل ما اتفقنا وجاية فراغ ايش قال لي قال لي when زي الطارق got back to dry land he was taken طبعا هنا عن الاجابة انت مخير to get medical attention هذا الاجابة اللي هي نصية نصا تمام او تقول له he was taken to the hospital at Sharm el Sheikh اخذوه للمستشفى هذا بخصوص التمرين A ننتقل وياك للتمرين B التمرين B عبارة عن سؤال وجواب حسب الصيغة اللي موجودة اقرأ لك السؤال الاول السؤال الاول موجود عندنا بثلاث صيغ واضح الصيغة الاولى يقول where was زي الطارق staying اين كان يقيم زي الطارق طبعا اكيد في مدينة شرم الشيخ راح نقول له he was staying in شرم الشيخ Egypt الصيغة الثانية شو يقول لي where was زي الطارق on holiday وين كان بالعطلة زي الطارق طبعا اكيد he was in شرم الشيخ Egypt الصيغة الثالثة where did زيد's events take place اين وقعت احداث زي الطارق طبعا اكيد زيد's events took place وقعت اخذت مكان او وقعت in شرم الشيخ Egypt نروح على question 2 What was زيد طارق doing when he saw the shark? هذا السؤال اللي قلت عليه قبل شوية توضيح ماذا كان يفعل عندما رأى القرش؟ زيد طارق مطلوب من عندنا سؤالين ماذا كان يفعل؟ مرة عندما هجم عليه القرش كان ممدد على فراشه floating من شاف القرش هو القرش دفع دفعة قوية وقع بالمي فجان يسبح باوع لهذا القرش تمام قام يصيح على قولة المصريين يا لهوي هسا هنا أنا اكيد he was swimming when he saw the shark هاي السؤال الثاني بصيغه اخرى اختيارات محتمله يقول هنا زي الطارق was swimming لو floating when he saw the shark عندما راى القرش طبعا اكيد he was swimming نروح على السؤال الثالث بصيغتين question 3 why did زي الطارق scream ليش قام يصرخ زي الطارق او why did زي الطارق start praying ليش قام يدعو ليش طبعا اكيد شاف القرش ومعناته راح يموت فكان خايف because he did that قام بذلك because he thought he was dying انه كان على وشك الموت السؤال الرابع عندنا خمس صيغ له كلهم الجواب مالتهم الدلافين فعلت ذلك شلون؟ لاحظ الصيغة الأولى What saved أو protected طارق؟ هنا السؤال يقول لي What خلي خطين يمك على What ترى What تسأل عن غير العاقل شنو اللي أنقذ أو حما زي الطارق؟ أكيد ستة دلافين فعلت الأمر تمام؟ جواهم يقول لي What frightened the shark away شنو اللي خوف القرش؟ طبعا أكيد هنا أنه ستة دلافين وراها What swam up and frightened the shark away شنو اللي سبح باتجاهه وأخاف القرش طبعا أكيد ستة دلافين صيغة أخرى How many dolphins كم عدد الدلافين saved or which saved or protected زي الطارق أكيد ستة دلافين صيغة أخرى ستة قروش six sharks لو six dolphins protected الطارق ستة دلافين لو ستة قروش أنقذت زي الطارق ستة قروش صار مخلمة فستة دلافين غاتي السؤال الخامس موجود عندنا بصيغة ست صيغ مرة قال لي هو ريسكيو طارق طبعا الأكثر وزاري ها مو كيف يعني هو ريسكيو طارق من أنقذه من قال لي هو
معناته يريد عاقل اللي هو the coast guard جميل العلوي خفر السواحل جميل العلوي did who hear طارق screams من سمع صراخات زين طارق طبعا اكيد جميل العلوي خفر السواحل زين who hear طارق screams and rescued him by boat من اللي سمع صراخات طارق وانقذ بالقارب طبعا اكيد جميل العلوي who saved or protected طارق من حمى او انقذ طارق اكيد جميل العلوي who rescued طارق by boat من اللي انقذ زي طارق بالقارب طبعا اكيد the coast guard جميل العلوي did ممكن صيغة محتملة انه the coast guard خفر السواحل فراغ was giving زيد طارق first aid on the boat كان يعطي زيد طارق اسعافات اولية من اللي يعطى اسعافات اولية طبعا اكيد جميل العلوي واضح اخر سؤال بهذا التمرين what was waiting for زيد طارق on the shore شنو اللي كان ينتظر زيد طارق بالشاطئ طبعا اكيد an ambulance سيارة الاسعاف هذا بخصوص هذا التمرين سحنا تمرينين خلصناهم ننتقل المن الى اسئله وزاريه واثرائيه تخص النص تمام فانت هنا أنا المفروض انه تركز ويانا السؤال الاول يقول how was the atmosphere كيف كان الجو العام the weather الطقس تمام in شرم الشيخ when زيد طارق was on holiday عندما كان في العطله شلون كان الجو طبعا it was calm كان شنو كان هاديا سؤال وزاري طبعا ذاك يثراي سؤال وزاري شو يقول زيد طارق is a tourist from فراغ كان او هو سائح من فراغ مين طبعا اكيد العراق من العراق السؤال الثالث اثرائي how old was زيد طارق كم كان عمر زيد طارق طبعا اكيد he was 20 years old كان 20 عام سؤال إثرائي آخر زيد طارق was floating peacefully كان يطفو بسكينة 150 meters 150 متر from the shore من الشاطئ when the shark attacked him عندما هجم عليه القرش صح لو خطأ هاي المعلومة أكيد أن true سؤال الخامس يقول زيد طارق was floating peacefully when he felt something push him اختلاف عن السؤال الرابع ذاك عندما هجم عليه القرش هذا عندما أحس بشيء ما يدفعه وأكيد المعلومة راح تكون true سؤال السادس وزاري هنا يقول زيد طارق thought اعتقد زيد طارق perhaps his airbed انه الفراش مات فراش البلاستيك had hit قد صدمه فراغ اكيد هنا أنا a piece of wood انه قطعة خشب سؤال السابع بصيغتين يقول why did زيد طارق fell into the water ليش زيد طارق وقع بالمي ليش أو what made زيد طارق fall into the water شنو اللي خلى زيد طارق يسقط في الماء طبعا أكيد he fell into the water وقع في الماء because the shark pushed him even harder لأنه القرش دفعة قوية question 8 زيد طارق was losing a lot of blood زيد طارق كان يفقد دماء كثيرة because ليش أكيد القرش عضه because a shark bit his arm لأنه قرشا ما عض ذراعه Question 9 زيد طارق was bitten by the dolphins زيد طارق عضنا الدلافين صح لو خطأ أكيد خطأ هذا وزاري How did the six dolphins save زيد طارق and why شلون أنقذنا الدلافين طبعا شلون سوون حلقة داير ما دايرة ليش حتى القرش ما يأكله الجواب يقول six dolphins saved زيد طارق by making a circle around him بصنع أو بجعل حلقة داير ما دايرة So that the shark couldn't get near him لكي لا يتمكن القرش من الاقتراب منه Question 11 بصيغتين Who called من اتصل the emergency services when the shark bit Zaid's arm من اتصل بخدمات الطوارئ عندما القرش عض ذراع زيد طارق طبعا أكيد أحمد المصري called them هو اتصل بهم أحمد المصري ممكن صيغة فراغ called the emergency services when the shark bit Zaid's arm طبعا أكيد هنا أنا أحمد المصري Question 12 Where was Zaid Tariq taken immediately when the shark bit his arm ماذا أو إلى أين أخذ زيد طارق مباشرة بعد أن عض القرش طبعا أكيد he was taken to the hospital at شرم الشيخ ودوه في مشفى أو للمشفى في مدينة شرم الشيخ
سؤال 13 Why was Zayd Tariq taken immediately to the hospital? ليش ودوه للمشفى؟ طبعا أكيد ممكن إجوابين عندنا هنا He was taken to the hospital because the shark bit his arm لأنه القرش على ذراعه ونقدر نقول to get medical attention ليحصل على اهتمام طبي آخر سؤال What did Zayd Tariq tell reporters? ماذا أخبر المراسلين؟ إيش قال لهم؟ قال لهم حكايتين قال لهم أنه كان أصعب أو أكثر يوم مخيف في حياتي وقال لهم القرش راضي تريق بيه بس الدلافين الحمد لله أنقذتني أقرأ لكم الأجوبة وهو نختم بهذا السؤال It was the most frightening day of his life كان أكثر يوم مخيف في حياته أو the shark wanted to have طارق for breakfast القرش أراد أن يتناول زي طارق للريوق but the dolphins saved him لكن الدلافين أنقذته هاي الجزئية الأخيرة جاية بالوزاري بصيغة صح وخطأ The shark wanted to have طارق for breakfast القرش أراد أن يتناول زي طارق للإفطار but the dolphins saved him طبعا أكيد هاي المعلومة اللي هي راح يكون جوابها true هذا فيما يخص هذه القطعة وانتظرونا بحلقة قادمة إن شاء الله تعالى